مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب اليوم الكل مصحة ومسية على خير. جمعة مباركة على جميع الاحباب. طبعا كنا احنا هسه بظروف قاعدين نعاني من فيروس الكورونا، وكل البلدان يعني الاوروبية قبل العربية وكل من صاب بنفس الفيروس، والكل قاعدة تبحث عن حلول. بس حبايبي أنا في أخت كتبت لي، يوم يوسف شوفي لنا حل، صدقوني هذا الأمر ليس في يدي أبدا، يعني لا هو بإيدي ولا بإيد أي وحدة، هيك هذا بإيد علماء كبار وقاعدين يبحثون على تلقيح إنهم يخلصوا هالعالم من هذا الفيروس. بس احنا كنا نعرف وكنا واعين وكنا نعرف شو هي الشغلات اللي لازم اليوم نعملها، وهو هذا اليوم الفيديو تبعتي، شو هي الشغلات اللي لازم نعملها عشان نحمي عائلتنا ونحمي نفسنا بنفس الوقت من هذا الفيروس. طبعا حبايبي في كثير شغلات وكثير خوات عرفوا وكثير عرفوا شو يعني شو هي الوقاية من هذا الفيروس. طبعا حبايبي هذا الفيروس لازم كل أم هي والأب، يعني وأنا بطي الصراحة المسؤولية الكاملة للأم وللأب، يعني الأم هي المسؤولة طيب، والأب لازم يشارك معاها بحل هاي المشكلة بداخل عائلتهم. لازم أنتوا تبلشون تعلموا أولادكم، مو بالضغط ولا بالضرب ولا بالعياط ولا بأي شيء. عودي أولادك أنك لازم تحمون نفسكم، يغسلوا يوميا، مو ضروري حبايبي لا الديتول ولا المعطرات ولا أي شيء، اكتفي بس إذا ما في طيب ممكن نكتفي بالصابون ونكتفي بالماء نغسل ايدنا. حاولي علمي الصغار وقفي جنبيهم وعلمي الصغار انهم يغسلوا كثير نظيف من هون، بحاولوا هيك يعملوا وهم يغسلوا، هيك يفركوا من هون يفركوا من هون، حاولوا مثل هيك مثل ضافيري، يعني لازم تتنظف كثير كويس. انا الصراحة هون ارش يعني مطهر عشان الاظافر. ضروري جدا حبايبي بتكون العناية الشخصية موجودة، وبنفس الوقت هي الوقاية، زي ما احنا الكل نعرف الوقاية خير من ألف علاج. لازم نحافظ قلنا على نظافة ايدنا ونغسل ايدنا بكل وقت، اي شيء تمسكيه بايدك، يعني مثلا شوفوا انت رحتي تشترين زنجبيل ومحطوط بالسوبر ماركت هيك مرمي، اجيتي اخذتي الزنجبيل ورجعتي للدار، على طول الزنجبيل ينغسل وايدك تنغسل، لانها الزنجبيل احتمال، لان عادة بيكون متواصل معها، يعني انا هاي قطعتها من وحدة كبيرة، يمكن احد من اللي مصابين بيكونون ماسكيها. العرباية تبعت السوبر ماركت الايد تبعتها كثير يمسكوها، فانتو لازم هاي الايد تنتبهون من عندها، بيكون معاكم فاين معطر، او تعودي بهاي الفترة ما في داعي تاخذين معاكي كيس وحطي شغلاتك انتي بالكيس. بعد ما تكملين هاي الشغلات تطلعين على السيارة بيكون معقم بايدك او فاين معطر طيب تسوين ايدك عشان ما تحملين هذا الفيروس، لان هذا الفيروس يجي عن طريق التلامس. ممكن مثلا وانت طالعه المصعد وانت طالعه معاكي طفل وده تطلعين درج الحديد، صراحه مع الحديد بيبقى فتره طويله، عشان هيك لازم حبايبي تنتبهوا كثير كويس من هذه الشغله. حاولوا انتبهوا لاولادكم الصغار اللي يحبوا. طبعا حبايبي ما بيجي تيجي هاي العدوى لو انت داخل البيت، بس تجي من شغلات، جبتي يوغورت، جبتي لبن، جبتي شيبس، لا تعطيه مباشره للطفل هيك وهو بالكيس، لا فضيف صحن من عندك من الدار وانطيه اياه، لان احتمال الكيس ماسكه اي حدا ويكون هذا الكيس في صاحب الكيس عنده هذا الفيروس. هذه هي لازم الارشادات، وفي كثير ارشادات لازم انتم تنتبهوا من عندها وتحاولون دائما تغسلون ايدكم. لا تتجمعوا تجمعات هسه بوقت هسه، لانها ما في حذر تجمع ومدارس ما في، تتجمعين انت واختك، يلا اختي ما فيها مرض، يلا ابن اختي ما في شيء، يلا، لا بالعكس حبايبي، حاولوا بقدر الامكان ابتعدوا.
في تليفونات ممكن عن طريق التليفونات يعني شو نقول تشتركوا مع بعض وتشوفوا بعض، حتى لو شغلتوا الكاميرات وتشوفوا بعض. انتبهوا على النساء والرجال كبيرين السن، لأن كبار السن هم المعرضين أكثر لهذا المرض، خاصة حبايبي كبار السن، لأنهم ما عندهم مناعة قوية، والمناعة القوية حبايبي ما عندهم، عشان هيك يتعرضون إلى هذا الفيروس أكثر من الأطفال. ممكن الطفل، ما بقول أنا، ممكن الطفل حبايبي يشفى من هذا الفيروس، بس الكبار صعب جدا جدا انهم شو نقول يتعافوا. فانتبهوا عليهم. اذا كنت تحبين والدك او والدتك ابتعدي عنهم هذه الفترة افضل، ابتعدي عنهم. واذا حاولتي امك مسنة او ابوك مسن انك تساعديهم، هاي حاولي ساعدي وانتي بعيدة عنهم. عشان انا ما بس احكي على الوالدة او الوالد، ممكن انتي لانك تختلطي كثير فهم ياخذون الفيروس، وممكن انتي تشفين وهم ما بيشفون من هذا الشيء. كمان حبايبي قلنا استعمال الصابون بحالة شلون نقول انتي تطلعين وكثير حاول تطلعين وما عندك ديتول ما عندك شيء، ممكن تاخذين معك قلنا الفاين المعطر، او تاخذينك هيك تجيبين سبراي وتحطين خلينا نقول هلقى سبراي في مي، وحطي ملعقة صغيرة من الملح ومن هاي رشي على ايدك وعقميها الايدك، الملح رائع جدا للتعقيم. طيب شو هي شغلات الوقاية الممكن احنا نعملها وقاية لنا ولعيلتنا، مو علاج هذا بس هاي وقاية بنفس الوقت بتقوي المناعة عندنا. طبعا في تامين سي رائع جدا جدا، اذا تقدرين تشربون حبوب فيتامين سي او فوار فيتامين سي رائع جدا، او ممكن تشتو الفواكه والحمضيات والهاي تشربوها تاكلوها عفوا. حاولوا كمان حبايبي كل الورقيات، كل الورقيات انكم تحاولوا تشتروها وتاكلوها. طبعا احنا نشوفه بهذا الوقت كل الخوات اللي من صارت قالوا رح يصير يعني ما في ناس تطلع، رح يصير ما في اكل الكل، وانا وحدة منكم رحنا يعني على السريع رحنا على سوبر ماركت اشترينا الشغلات اللي معلبة وهيك. بس الورقيات حبايبي ضرورية جدا جدا، مثل الفجل، مثل البصل، مثل الثومة، مثل البقدونس، مثل السبانخ، كل اشي لونه اخضر هو رائع جدا جدا حبايبي. حاولوا بهالفترة اتركوا العصاير واتركوا العصاير المعلبة والاي هيك شغلات، حاولوا والشيبس وهيك ما بقولكم مو كويس، بس قصدي خلوا اولادكم يتعودون على شرب الشايات، الشاي مثل شاي الزنجبيل، شاي المرمية، شاي عندكم البابونة، شاي سووا حبة البركة، حاولوا بالمخبوزات حطوا لهم اياه، بذور الكتان حاولوا حطوا لهم اياه مع السلطة رشوا مع هيك تقولون، كمان مع المخبوزات حبة البركة ممكن تخلطوها مع العسل، كمان حتى للكبار السن نعطوهم اياه مع العسل رائع جدا عشان يقوي المناعة. اكل الثوم والبصل والحمضيات والهاي مو الطيب، بس تقوي المناعة عشان تحمين جسمك من الأمراض. قلنا شرب الشاي حبايبي مثل الزعتر، النعنع، الكمون، اليانسون، كل هذه، الهيل، القرفة، كل هذه، الزنجبيل، كل هذه تقوي المناعة بالجسم. حاولوا اشربوا مي كثير دافي، المي الدافي رائع جدا للجسم حبايبي، لأن هذا الفيروس حبايبي شو نقول المي الحار تقتله، يعني حاولوا اشربوا مي دافية كثير، واشربي مي قد ما تقدرين. إذا كنت مدخنة حاولي اشربي مي كثير، لأن المدخنة معرضين لهذا الشيء، معرضين حبايبي كل اللي ما عندهم مناعة بالجسم. طبعا في أخت تقول لي بيقولون احنا أهل السكري وهيك، وأنا طبعا طبعت الضغط وطبعت الغدة كنا معرضين، بس انت حاولي قعدوا بالبيت، لا تطلعون، لا تتجمعون بمكان شو نقول تجمعات السوون، حاولي واحد من العيلة يطلع هو اللي يشتري، مو ضروري تطلعين انت وزوجك تشترين الشغلات. قلنا بذور الشيا كثير كويسة، اللوز، الجوز، البندق،
هذني الشغلات كلها تقوي المناعة. العسل كمان في شغلة كثير حلوة ورائعة جدا جدا وتقوي المناعة عند الكبار السن والأهل الضغط والأي واحد عنده سكر وأي واحد يعني حتى لو ما عندك أي مرض كثير كويسة وقاية. كمان حبايبي هذه الشغلات وقاية ومناعة بنفس الوقت. شو راح أسوي الوقاية؟ أنت تنتبهين على جسمك طيب من شو نقول الاختلاط، تحتفظين تحافظي على ايدك، تحافظين على ملابسك، انتبهي وانت تعطسي تعطسي على الملابس على السريع، او مثلا بالغلط وعطستي على ملابسك على السريع غسليهم، لا تعطسي تعطسي عفوا وانت واقفه ويكون على الارض او الاولاد الصغار، انتبهوا من هاي الشغلات رجاء رجاء حبايبي. طيب حبايبي ممكن قلنا تاخذي لك قطعه بجد هذه من الزنجبيل تبرشيها كثير ناعم وتحطيها مع علبه عسل بجد هذه علبه عسل قد هذه، يعني خلينا نقول هذه تطلع قد ايه، هذه 500 غرام ممكن كذا ما عندك تقللين النسبه وتخلطي كله مع بعض ما في مشكله، حتى لو حطيتي زنجبيل اكثر او اقل ما في مشكله وحتى العسل خلطي مع بعض يوميا الصبح وبالليل تاكلي ملعقه صغيره زين الصبح وبالليل رائع جدا جدا. اما الاطفال يوميا ملعقه عسل الصبح وبالليل كمان رائعه جدا. طيب ما عندنا عسل ممكن نسوي شاي من الزنجبيل، شاي الزنجبيل رائع جدا جدا حبايبي، ممكن نعمله بطريقه كثير حلوه ورائعه جدا جدا. ناخذ حبايبي نغلي طيب نغلي كثير كويس ونحاول نحليه للأطفال، ممكن الأطفال من نقول بالسن الـ 12 سنة وفوق، أما الأطفال الصغار حاولي يلسون أعطيهم البابونج هيك شغلات تكون خفيفة، والأطفال عادة لو أنت حافظتي عليهم تكون عندهم مناعة إن شاء الله وما بينصابوا والله يحمي حبايبي الجميع. أما اليوم ما طلعت فيديو بس حبيت اني الكل اليوم اللي تسمعوا اي اخت انا نسيت شيء هي وعدها معلومات حلوه تنشرها تنشرها، خلي الوعي ينشر بين الاهل ينشر بين الاصدقاء ينشر للجميع عشان الجميع تكون عندهم حبايبي وقائه. انا وصيتي بهذا الفيديو انكم حبايبي تشربوا مي كثير والمي يكون دافي، المي ضروري يكون دافي. انتبهوا على اولادكم اللي يصادفهم سعال يصادفهم هاي، انتبهوا هاي الفتره عليهم لا تخافوا ان شاء الله الله يمشي هاي الايام على خير وان شاء الله تكون بردا وسلاما على الجميع حبايبي. اتمنى انه هذا الفيديو يكون هو دردشه وبنفس الوقت وقاية من هذا المرض، نصائح تنفعنا وتفيد جميع الحبايب، واتمنى اني اكون اتحسن ظن الجميع، واي اخت عندها معلومة تفيد ممكن تكتبها كنا نستفاد من عندها بهذه الاوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.